بودكاست أرابيا تحتفي بعامها الأول، إذا ملتقى اليوتيوبرز الجزائريين والعرب تظاهر لنظمت أول أمس بالمكتبة الوطنية الحامة. يحضر معنا صاحب الفكرة ومنظم تظاهرة زميلنا صديقنا يوسف بعلوش. صباح الخير يوسف. صباح الخير فتح. شكرا لك على قبول الدعوة. ألف مبروك، نهنيك مرة أخرى على العمل الجميل اللي قمتم به أول أمس. ونرحب أيضا مستر الياس. انا مستر الياس بودكاستر. هو بودكاستر مستر الياس لك شو كان يستنى، كان موجود روحه باش خلاص ديما واجد. يوسف، اذا العام لنا بودكاست عربيا، نعاود نولوا يعني نديروا فلاش باك ونولوا الفكره تاع بودكاست عربيا. والله فكره بودكاست عربيا كانت عندي منذ سنوات بعيده جدا، يعني نقدر نقول لك انه بودكاست عربيا كان فكره كان من 2010 تقريبا. في هذيك الفتره يعني ما كانتش الناس مستوعبه بالضبط الاهميه تاع هذا المجال، مجال صناعه الفيديوهات للشبكه، المحتوى لليوتيوب الخاص بالشبكه اللي يختلف تماما عن صناعه المحتوى الموجه للعرض على التلفزيون ولا في السينما ولا في الاذاعه ولا اي حاجه. اكزاكتومون. دونك انا في هذيك الفتره حاولت انه نحكي على الفكره مع اصدقاء، لكن حسيت انه يا اما موش مهتمين يا اما موش مستوعبين الاهميه. هي انا نظن انه 2010 كانت الامور مازال ما مشات، مازال جديده يعني، مازال جديده. وبقيت فتره سنتين تقريبا ونحاول نحكي الاصدقاء على الفكره، لكن ما حسيتش انه كان حماس معين، فقلت لازم انا نشتغلها بنفسي بامكانياتي الخاصه بلو سافوار فير تاعي، نحاول انه نجسد هذه الفكره على الاقل بامكانيات المتواضعه، نحطها على السكه وين الناس تشوفها وتشوف لو بوتونسيال تاعها، ومن بعد ممكن انه يكون فيه ناس اللي يتبنوا هذه الفكره ويساعدونا على الاقل من جانب يعني التمويل باش نقدموا انفيستيون بلو زعما بلو كوريكت على هذا المشروع. ربما الكثير يسال يقولوا علاه ماشي بودكاست الجزائري حتى نروحوا لبودكاست عربيا، على يعني حبيت انت تكون بصيغه عربيه. لانه انا كنت يعني ديما نتابع الانتاج يعني على مستوى العالم العربي، يعني منذ سنوات بعيده نتابع الانتاج على مستوى العالم العربي، ولقيت انه في نقاط تلاقي معينه وكان نقاط اختلاف معينه، وهذا هذه النقاط الاختلاف تحديدا هي اللي تصنع التميز. يعني المحتوى الجزائري ما يشبهش المحتوى المغربي في حاجات، ما يشبه التونسي، ما يشبه السعودي، ما يشبه الاردني الى غير ذلك. فقلت انه لما نعرضوها كلها في بلاتفورم واحده راح يكون نوع من اول حاجه الفرز والمقارنه، انه يشوف الناس تشوف تجارب المختلفة، يعني تقارن المستوى تاعها بمقارنة مع بلاد أخرى، مع إنتاج آخر، ممكن برامج تتشابه تقارب في الفكرة، يشوفوا طريقة الإنتاج كيفاش تختلف. وهم ربما أقدم منا، يعني قطعوا هما أشواط، هما قطعوا أشواط طويلة جدا، يعني حتى هما يعني ربما الـ يعني البيئة تاعهم ساعدتهم، لأنه مثلا نحكيوا على السعودية اللي هي من أكثر البلدان نشاطا في هذا المجال، يعني نظام القنوات التلفزيونية تاعهم هو اللي ممكن خلى انه البديل ينجح بسرعة، حتى انه ربما هما في الانترنت مثلا احنا الفيسبوك اللي راهو كما احنا نقولوا اليوم موضة في الجزائر، هما يعني هذه الموضة عاشوها وانتهت، والان هما يعني هما ما عندهم يعني مع يعني محتوى اخر تماما، يعني محتوى اخر تماما. من بين لي بودكاست جماعة لي بودكاست العرب ولا العرب جمعت لي بودكاست الجزائريين من بينهم مستر الياس. انا حبينا قبل ما نقول مستر الياس الاسم الياس حيدور. الياس حيدور، انا نعرفك انه انت اللي تقول، انت اللي تقول بزاف يام حينك ويا سلام. انا هو يا سلام يا سلام حينك يا سلام، هذه اللي كنت تابعت له بعض الفيديوهات في اليوتيوب. علاه؟ لانه في البدايه انتم كنتوا تحطوا يعني فيديوهات وحدكم، كل واحد يحط وحده يعني في اليوتيوب عنده القناه الخاصه تاعو، لكن اليوم بودكاست عربيه جمعتكم كل، وشنو الامر يا ربما اللي تغير واللي اللي خلاكم ربما، هل ساهم في النجاح تاعكم ولا ان الامور مجرد انه الانضمام للانضمام؟ عربيه لعب كما يقولوا دور كبير. تو دابور نقولوا جويز انيفرسير قالي كيف تاع بودكاست عربيه. هابي بيرثدي. هابي بيرثدي كما قالوا شي ناس. ليسونسييل بودكاست عربيه سي فري الى كونتريبي كما يقولوا، كما يقولوا من جانب الاشهار، من جانب يعني تعرفوا بزاف لي بودكاستر، سورتو لي بودكاستر اللي تلقاهم باغ اكزومبل في ولايات، بزاف في ولايات واحد اخرين، يعني باغ اكزومبل تلقى لي بودكاستر من الجنوب، وهذه صافي بليزير. بكري ما كانوش بزاف، دوك تلقى بودكاستر من كاع انحاء الوطن،
يعني اليوم ما كانش شمال وجنوب وشرق وغرب، كاين حاجه يعيطولها رانا كامل وانا قريه يعني اليوم لازم ندخل العالم قريه. ايوا احنا في الايفينمون تاعنا كانت اكثر من 15 ولايه حاضره، 15 ولايه حاضره وشفنا انا يعني حضرت وشفت انه في 16 17 سنه 18 سنه حتى نشوفوا 25 26 سنه ما كانش يعني على المراهقين يعني هم الاكثر استيعابا لهذه الفكره تاع اولا اكثر استيعابا لانه الفكره اصلا متناسبه مع الشريحه العمريه تاعهم، هذا اول حاجه اول معطى. ثانيا الجيل الجديد هذا اللي صاعد يعني علاقته يعني مع التلفزيون ومع الاذاعه مش نفس العلاقه اللي كانت في وقت سابق مع اجيال سابقه، لانه في فتره معينه كانت وسيله الترفيه الوحيده هي التلفزيون. يعني هذيك كانت متاحه وكانت مرتبطه باوقات معينه، حضور معين، ان تكون في فتره معينه حاضر في الدار باش تشوف شيء معين، هذا ولات مشاهده في وقت اللي يناسبك انت، في الوقت اللي يساعدك انت. والان ولات فيها صعود في استخدام التقنيه، يعني التقنيه ولات على متوفره عند الشباب، هما يحسنوا اتقان يعني تربوا معها، يعني تربوا مع التقنيه، تربوا مع السمارت فون، تربوا مع هذه الاشياء الجديده. ليسنوا ليك بخصوص المواضيع اللي يديروهم في البودكاست تاعكم باش نعرفوا فقط المشاهدين، البودكاست هو عباره عن فيديو الواحد يديره ياخذ اي موضوع يتحدث عليه بنوع من التعليق والفكاهه. كيفاش يعني تخيلوا انتم المواضيع تاعكم؟ بون خويا فاتح ما يخفالكش بلي كل واحد لو ستيل تاعو، سكي في سي اون تري بون شوز كل واحد يدي كما يقولوا الطريق تاعو. كون جينا نخدموا كاع ستيل واحد ما جاياش. هاي الستيل تاعك انت يا مستر يا خويا. الستيل تاعي كيفاش نقول لك؟ انا ستيل عندي دو ستيل. لو ستيل باغ اكزومبل لو بريمي ستيل قول لك زعما كومون زعما لو مود دومبلوا باغ اكزومبل نقول لك كومون ديفينير جورناليست. نجيب بلاستيك ندورها هيومور باغ اكزومبل. نقول باغ اكزومبل جورناليست كي تكون جورناليست il faut pas te poser des questions زعما محرجه للانفيتي تاعك. سي دي تخيك بانال مي تقدر ترجعهم انتيريسونت اوسي بيسك انا داخل يعني راني نقرا ماستر 2 في قانون المدني دونك عندي كما يعني ما عندها حتى علاقه قانون المدني. معليش نو يعطيك العلاقه عندها علاقه كبيره. وعلاش باغ اكزومبل دوك انا كاني نقرا القانون اني بزاف لاكتواليتي دونك كي نشوف باغ اكزومبل حاجه ديفيات نهضر عليها دونك سا سوا التقشف اكسيتيرا اكسيتيرا كما يقولوا بلمسه كما يقولوا فكاهيه. فكاهيه يعني جميل جونتيمون جونتيمون مليحه تاع جونتيمون. يوسف احنا في كل كما قلت لك البلدان ولا دول جيراننا اصدقائنا اخوتنا اللي قطعوا يعني اشواط كما قلنا في هذا المجال نشوفوا انه عندهم تنوع يعني في البودكاست، حتى عندهم بنات يديروا دي بودكاست احنا لكن في الجزائر يعني منحصرين من فئه معينه حتى الفئه معينه يعني من فئه عمريه من 16 17 18 سنه وكامل ديجا يعني ما نشوفوش مثلا بنت دير بودكاست ولا في رايك علاش والله يظوف يعني ممكن احنا يعني قولي طبيعة يعني حتى المجتمع الجزائري ممكن يعني صعب شويه هذا الامر، لكن انا نشوف انه الامر مرتبط بمستويات التحكم في التقنيه. يعني اذا كان لانه ما يخفيكمش انه اليوتيوبر هذوما يقوموا بالعمليه الانتاج كلها من البدايه الى النهايه بانفسهم، هم يكتبوا هم يصوروا هم يعملوا المونتاج هم فمش كل الناس تتقن المونتاج، مش كل الناس تعرف تكتب، مش كل الناس تصلح انه تكون في الكاميرا، فهذه الاسباب اللي تخلي هذه المعيقات ربما حتى نقول احنا الشاب ولا الفتاة اللي متحكمه بالتقنيه تحشم مثلا تحشم. لكن احنا مثلا نحكيوا على الشابات تحديدا، يعني مثلا احنا العام اللي فات عملنا اسبوع يوتيوب المرأة العربية، عملنا لهم اسبوع خاص لهم لانه وعطينا في احصائيات يعني على الزيارات تاع السيدات للموقع للقناة تاع اليوتيوب ورينا انه في كاين نقص معين، على ذلك احنا نشجعوا صناعة المحتوى عبر الاسبوع مخصص للمرأة العربية، وان شاء الله هذا العام راح يكون على شكل مسابقة ونشوفوا كيفاش يشاركوا فيها ربما كلام حابين. انا قد نعلنوا التفاصيل، هي طبعا احنا راح نعلنوا عندنا عن موضوعات معينه متاحه للمشاركات انه يخدموا فيديوهات عليها يرسلوها لنا ومن بعد يكون كاين تقييم من طرف الجمهور تقييم من طرف لجنه التحكيم. في الاحصائيات شحال كاين بودكاست في الجزائر تقريبا؟ يعني ما نقدرش نعطيك رقم دقيق لانه الاحصائيات يعني انتم تعرفوا هي لا كونسيستنت يعني نعرفوا بلي لو نهار يبانوا 4 5 جد اكيد اكيد. لكن انا باش نعتبره يعني يوتيوبر يعني حتى احنا لما كنا نضيفوا ناس للبلاتفورم اول حاجه كنا نركزوا عليها هي لا كونسيستنس هي الاستمراريه. هل هذا السيد
نفحت له بين ليله ونهار دي فيديو وحبس، ولا او عنده يعني عدد معين من الفيديوهات، عنده مشروع معين ويشتغل عليه على مهل. هذو من هذه الاول معيار كنا نركز عليه، هل هذا السيد يعني او يشتغل هذا الامر يعني باراده حقيقيه انه ولا نزوه، ولا نزوه يعني. هذه الامر اللي كنا احنا نركز عليه ان شاء الله. يعني لما نحكيوا على هذا الـ هذا الـ هذا الـ الارقام، يعني انا نقدر نقول لك انه في الجزائر الرقم او يدور يعني تقريبا في 30 واحد اللي او يشتغل يعني بشكل جاد ومستمر طريقة مستمره بغض النظر انه عندنا تقريبا 2000 ولا يعني عندنا عدد كبير، لكن ديما قلت لك يعني مشكلتها استمراريه مطروح، مشكلتها استمراريه مطروح. يوسف ايضا نشوفوا احنا في مثلا في السعوديه ولا في المغرب ولا في الامارات، ولا هذو اليوتيوبرز يعني يصنعوا راي عام، يغيروا سياسات حكومات، يجبروا سياسيين انهم يخرجوا يعني ويدلوا بتصريح ياثروا يعني مؤثرين. احنا في الجزائر نشوفوا انه هذا الامر قليل، باستثناء ربما البودكاست اللي داروا شمس الدين العمراني تاع الشرطه، واللي داروا انس تينا تاع الانتخابات وعيد المرأة. يعني باستثناء هذو ما نشوفوش انه ما فيش تاثير. هل تشوف انه مستقبلا ربما يمكن هؤلاء الشباب كما مستر الياس ولا المستر واحد اخرين انهم حيأثروا في هي صناعه الراي العام؟ انت تعرف انه صناعه الراي العام عندها 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 واحد الامر مرتبط بالمفاجاه والصدفة تاع التوقيت المناسب مع الموضوع المناسب مع الشخص المناسب. فما تقدرش تتصور انه مثلا انه موضوع معين راح يشكل راي عام. يعني لو نتناول مثلا راي العام تاكل الجيش ولا راي عام مثلا، يعني مثلا رغم انه القضيه يعني ما عندها حتى معنى يعني مجتمعي كبير. فصناعه الراي العام قلت لك انه هو امر اذا كان مدروس راح اكيد انه بالطول راح يكون عنده تاثير، راح يكون عنده موزن تاثير في اكيد. لكن اذا كان امر متروك للصدفه فهو راح يكون صدفة. يوسف في الاخير نشكرك كثير على حضورك معنا. انا تعطيني كلمه لو سمحت فتح، انا نشكرك انت ونشكر الصديق جهيد رمضاني على حضوركم وتقديمكم للحفل. ونحب نقول للناس كامل بلي جهيد وفاتح جونا متطوعين، وكم الزملاء تاع يعني الشروق اللي حضروا معنا، ونعتذر لكم على الاشياء البسيطه اللي صغات. لا ما فيش، ونشكركم على حسن تحكمكم في هذاك الوضع اللي كان شويه محرج. لا سيدي اللي غاروا مره جايه يكرموهم، لا ما كانوش يجونا اصلا. فقط نذكر فقط انه احنا في برنامج الشروق مونيك يعني في كل ما نستضيف هذول الشباب لبودكاست هذا، وخصوصا اصحاب المواضيع الهادفه، انه باش نساعدهم انه يكون ترويج وانه يكون نشاط في اطار اللي ينفع المجتمع وما يضرش. يعني كما نقولوا بالعامية ما نروحش الجيحة، بس ندير امور ربما تثقيفية واكثر. نشكرك كثير يوسف، شكرا جزيلا التوفيق ان شاء الله. نذكروا انه موقع بودكاست عربي عنده سنة من التأسيس، ويضم كل اليوتيوبرز الجزائريين والعرب، وفي ايضا مسابقة اسبوع المرأة العربية اللي حتكون في شهر مارس، وجائزة قيمة نعلن عليها ولا اعلن؟ اكيد الجائزة حتكون $1000، يعني حوالي 17 مليون سنتيم. كل الشابات اللي حابين يشاركوا يدخلوا على صفحة بودكاست عربي على موقع فيسبوك. شكرا لك يوسف، شكرا لك مستر الياس، كل التوفيق لك ان شاء الله. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا الى ختام المورنينج لنهار اليوم، كنا معكم من الساعة 8 والى غاية الان.